هضرنا على جيستيون دابروفيزيونمون، هضرنا باللي راه كاين عندنا كون ابيل ان كو توتال، وهذاك لو كو دو ستوكاج فيه لو كو دو باساسيون اي لو كو دو بوسيسيون، ونقدروا نخرجوا لا كوموند، يعني نعرفوا لا كوموند ولا لا كادونس دابروفيزيونمون اوبتيمال سولون لا ميثود او بيان لو موديل دو ايسون. دونك كنا ديجا خدمنا هادشي في الحصه تاعتها وعرفنا لو موديل دو ايسون. دونك ان هما لو نومبر دو كوموند اوبتيمال réalisé par une entreprise est égal, donc la formule a déjà fini, il y a juste mon père, racine, j'ai la consommation annuelle, mon droit de l'auto, divisé par 200 CP, il y a le coût de passation. Donc, on a déjà fini, on a déjà la vidéo faite. Donc, on a la partie de la cours, on a déjà fini un examen, j'ai le monsieur. دونك دابا نهضروا واحد شويه على كون ابيل ديلي دابروفيزيونمون اي ستوك كريتيك. ما هو ديلي دابروفيزيونمون؟ شنو هو ستوك كريتيك؟ بون، عندنا هنايا كيف ما حطنا البروف، بون بلاتي باش نزومي ليكم باش يبان ليكم. دونك اونتخ لا دات دون كوموند اي لا دات دو ليفريزون سيكول ان سيغتان طون او ديلي دابروفيزيونمون. La prise en compte de celui nous donne un autre élément déterminant dans les prévisions. Sauf qu'il y a la commande ou la livraison. Le mot de la vie, c'est le délai d'approvisionnement. Il y a un exemple qui est un exemple qui est un supposons maintenant que nous avons 665 kilos. Il y a qu'à consommer l'entreprise pendant une année. Donc, à travers demain, soit une consommation régulière, à travers demain, par exemple, jusqu'à maintenant, le 12 décembre, 9 l'an, ou bien le 15, voilà, le 15 décembre. Donc, si l'on a le 15, je retenais, il y a du point à l'île. Il y a 15 kilos. Bon, 15 kg à consommer pendant 15 jours. Donc c'est normal, l'entreprise n'est qu'à 15 jours, 12 jours, elle a 15 kg de consommer à l'étalé l'an, c'est le point ici, c'est le point ici, à lancer la commande. Donc c'est ce qui est le point ici, le prof, c'est comme commande. Et le point ici, c'est le point ici, c'est le stock critique. C'est le stock critique, c'est le point ici, qui est un stock critique ou qui est un stock d'alerte. Qui est un stock d'alerte. Qu'est-ce qu'il y a d'alerte? Il y a un point, c'est le bol de stock qui est là. D'accord? Qui veut dire A, c'est que tu commandes. Donc, qu'est-ce qu'on a lancé la commande le 15 décembre? Donc, on a un mot de 15 jours pour que tu te lignes là. Donc, 15 jours pour que tu te lignes là. D'accord? دونك هاد المده هادي هي كتسمى ديلي دابروفيزيونمون، وهاد البوان هادي يعني في لافان ديال العام هي لا ليفغيزون غتوصلنا السلعه. دونك كيما قال لكم هنايا كاين ان ديلي اللي كتسمى ديلي دابروفيزيونمون، وهاد ستوك كريتيك اون فونكسيون دو سو ديلي شاك كوموند دو تيتخ فيت ا ان سيغتان نيفو دو ستوك كو نو ابلون ستوك كريتيك. يعني في هاد البوان هادي اللي كنا ذكرنا، هاد البوان هي فاش كتلونس لا كوموند هو كيتسمى ستوك كريتيك، ولا كيتسمى ستوك دالارم، ولا كيتسمى ستوك دالارت. سي كوا؟ سي لو بوان دو كوموند. هذه النقطة هذه هي فاش كنلونسو لا كوموند. دونك لا كونيسونس دو ديلي دابروفيزيونمون بيرمي دو ديتيرميني لو مونتون دو ستوك كريتيك. سي نورمال. إلا كنتي أنت عارف المدة ديال لا ليفغيزون اللي غتوصل لك هاد السلعة هادي، راه غادي تعرف وقاش غتلونسي لا كوموند. بحال مثلا دابا إلا كان عندنا حنا شي فورنيسور اللي غادي يوصل لنا السلعة على مدة ديال 20 يوم، دونك راه من لو 10 ديسمبر غادي لونسي لا كوموند. الا كان فورنيسور غيتعطل علينا وغادي يوصل لينا السلعه على مده ديال شهر، دونك راه في لو ديبي ديال ديسمبر غادي لونسي لا كوموند. سي بون. دونك عطانا هنا ان اكزومبل بوغ ان سول كوموند رياليزي في واحد لاني كونتال. هنا عطاكم بروف زعما غير واحد كوموند اللي درنا. دابا هذا كونسيرنون لي دو نوسيون اللي هو ديلي دابروفيزيونمون ستوك كريتيك. دابا عرفنا لا ديفيرونس بيناتهم. عندكم شي كيسيون حتى لهاد النقطة هادي؟ اسكو فازافي دي كيسيون؟ وي
عندكم شي سؤال؟ دونك غير اكتيفيو لو سون، ولا عندكم شي كاستيون قولوه ليا، سينو جو باس. دونك تري بيان، ندوزو دابا لستوك دو سيكيريتي. دونك شنو كيعنيو ستوك دو سيكيريتي؟ دونك بور ايفيتي لو ريسك دو روبتور دو ستوك، إلي نيسيسيار دو بريفوار ان ستوك دو سيكيريتي اللي كتسمى ان ستوك اوتيل كي كونستيتي اون غارونتي. دونك نعطيو هنا واحد ليكزومبل. دونك سيبوزون، إلا رجعنا واحد شويه لهاد ليكزومبل اللي كاين عندنا هنايا، تخيلوا معايا حنا في لو 15 ديسمبر لونسينا هاد لا كوموند ياك، وكنا دايرين مع الفورنيسور من دابا 15 يوم غتوصلنا السلعة. دونك هنا كاين ان ريسك، شنو هو لو ريسك؟ سي كو دازت هاديك 15 جوغ لحق لافان ديال العام، ولكن السلعة ما جاتش. دونك باغ اكزومبل كاين كون ابيل ان روتار دو ليفريزون، داكوغ؟ دونك هنا مثلا كان عندنا الروتار. دونك هذا بور لونتربريز سي ان بروبليم. علاش؟ لان غيطيحنا كون ابيل لا ريبتور ستوك، احتقار ستوك لحق لافان ديال العام. السلعه كنا معولين عليها غتوصل لنا ب 15 يوم، ما وصلاش، دخل العام الجديد ستوك خاوي، دونك حنا في لا ريبتور ستوك. ولكن عندنا ان بروبليم اخر اللي هو اش؟ يقدر تكون عندنا واحد لا كونسوماسيون اكسيليري. داكوغ، مثلا دابا حنا كنا معولين على هاد اطون دونك كونسوماسيون اكسيليري. شنو كيعني هاد البروبليم هذا؟ مثلا كنا معولين على دونك فوالا، كنا معولين على 15 كيلو غدوز لينا 15 يوم، بحال قلنا باغ اكزومبل واحد لا كونسوماسيون ريغولير شاك جور لونتربريز كونسوم 1 كيلوغرام. تخيلوا معايا مثلا في واحد النهار كونسومينا جوج ديال الكيلو، ولا كونسومينا 3 كيلو، اش غيوقع لينا؟ هذيك 15 كيلو ما غدوزش لينا هذيك 15 يوم، يقدر ستوك يسالي لنا في 27 في الشهر ولا 22 في الشهر. علاش؟ لان لو بروبليم ديال لونتربريز صح لا كونسوماسيون اكسيليري. كنا معولين 15 كيلو غدوز لنا 15 يوم، على اساس كل نهار غنكونسوميو كيلوغرام، ولكن باغ اكزومبل كيلكو جور كونسومينا اكثر من كيلو. دونك هذاك 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 السوق هو لينا، حنا مازال عندنا 3 ايام ولا 4 ايام باش يتريقل لينا العام، والسلعه يعني السوق هو وكنستناو السلعه. دونك هاد لي دو بروبليم بالنسبه لا سوسيتي غطيحهم فاش في لا ريبتور ستوك، احتقان ستوك. دونك شنو هو الحل؟ الحل هو اننا نديرو واحد ستوك ريزيرف، داكوغ، نريزيرفي واحد لابارتي ديال ستوك هي اللي كتسمى ستوك اوتي، هو هذا اللي هو ستوك سيكيريتي. دابا ها هو لا فان العام، هو هذا، داكوغ. حنا دابا اش غادي نديرو في هاد البوان هادي؟ بحال مثلا دابا غنقولو مثلا هذا هو لو 15 لو 15 ديسمبر، داكوغ. دونك في هاد البوان كاين عندي مثلا واحد مثلا 25 كيلو حيط عندي في الطاق. هاد 25 كيلو هي البوان دالاغ ولا ستوك كريتيك، الا لحق ستوك ولا فيه 25 كيلو غادي لونسي لا كوموند ديالي. انا شنو داير في بالي؟ داير في بالي باللي 15 كيلو 15 كيلو مالا 15 كيلو غدوز ليا 15 يوم، وشنو خليت؟ ريزيرفيت واحد 10 كيلو سايطة، واحد 10 كيلو زايدة فوق الحساب. دابا هاد 10 كيلو اللي شيت دابا انايا هي اللي كتسمى ستوك دو سيكيريتي، ولا كتسمى ستوك دو غارونتي، ولا كتسمى ستوك اوتيل، ولا ستوك دو ستراتيجي، كاملهم نفس السميات ديالهم. دونك انا في هاد الحالة 25 كيلو اللي ريزيرفيت على اساس باش هاد 15 جور غنكونسومي 15 كيلو، وشيط واحد 10 كيلو. علاش انا شيط هاد 10 كيلو؟ باش ما نطيحش نفس البروبليم اللي كنا ذكرنا قبيله.
سيبوزون كما كتلاحظوا فوالا ها هما البروبليم عطاوني لكم هنا عطاوني لكم هنا البروب. سيبوزون كون عندي هنايا ها هي دو ها هي حاطه لكم هنايا شنو عندنا في دو الروتار دو ليفريزون بوسيبل سون ريبتور اون مارج دو سيكوريتي. الا جاب الله كاع حنا كنا معولين على الفورنيسور غيجيب لنا السلعه في اللفان ديال العام وتعطل علينا او موان راه عندي اس كما كتلاحظوا لحقنا هاد البوان وما جاتش السلعه ولكن او موان غندخل فاس غندخل في ديك 10 كيلو اللي فيه الكونسومير هاي. علاش؟ لان كاين عندي ليفريزون معطله معطله باقي ما وصلتش الشريك. ولا هادي دوزيام كا اللي هي اس اللي هي لا كونسوماسيون اللي شرحت لكم قبيله بحال دابا هنا فاش كنا كونسومينا ما كناش مريزيرفين يعني كونسوميت هذيك 15 جوغ بوندون 10 جوغ ولا واحد 11 جوغ بقات لي واحد 15 جوغ ها وقعت لا ريبيور ستوك. دونك هنا في هذه الحاله هذه ما غاديش نتحتها. علاش؟ لان ميم سي كاع انا كانت عندي واحد لا كونسوماسيون اكسيليري داكوغ وباقي عندي واحد 4 ايام ولا 5 ايام باش نلحق لافان ديال العام ام راه باقي مشيت واحد 10 كيلو غادي نكونسومي هاد ديك 10 كيلو اللي خليت غدي ليا حتى لافان ديالها حتى لافان ديال العام ديما تمشي في السلعه ولا الا وقع ليا الروطار. دونك شنو هو الحل دابا؟ الحل هو انه لي سوسيتي غادي دير هاد ستوك دو استراتيجي. علاش؟ لان هاد ستوك دو استراتيجي رياليزي باغ لونتربريز راه اللي كديرها الشركه عندها بوغ ريزيرفي ان تي بو ان نومبغ دو كيلوغرام ولا دي زارتيك ولا دي زينيتي و ما نطيحوش في لا ريبيرس. دونك اسكو فو زافي كومبري هاد لي دو نوسيون؟ دونك حتى لهنا راه بريسك سالينا الكور ديال الخوف. عندكم شي كيستيون؟ يو نو فهمتوا هادي؟ سينو جو ريبيت الا باقي ما فهمتوش شي حاجه. سامات هزار فهمتي مزيان؟ وي لي زوت تسمعوني ياك؟ بالنسبة لي أنا ما فهمتش نسير هاد البارتية. داكوغ كوني باقي ما فهمتش شي حاجة. وي اللي باقي ما فهمتش بون لاحظوا معايا باش نشرح لكم مزيان شنو كتعني هاد. دابا لو بروبليم شنو هو لو بروبليم؟ هو الا كنا مشينا بهاد الاستراتيجي هادي اللي كنا دايرين دابا تخيلوا معايا حنا كاينين سوسيتي وعندي 365 كيلوغرام وهاد 365 كيلوغرام غدوز ليا العام كامل كنبقى جالس انا حتى 15 شهر 12. دونك فهاد البوان هادي كاين عندي سونابي ستوك كريدي. شنو هو ستوك كريدي؟ يعني في واحد البوان غادي لونسي لا كوموند ديالي هاي. دونك انا دابا ما كان ريزيرفي ما كندير والو 15 كيلو اللي داير في بالي غدوز ليا 15 يوم على اساس غادي نكونسومي كل نهار كيلوغرام. المشكل اللي غادي نطيح فيه هنا هو اش؟ هو انا دابا داير في بالي باللي من دابا 15 يوم راه السلعه غادي توصل ليا ولكن المشكل الفورنيسور تعطل كاين عندي ان غوتار. تخيل معايا انا 15 كيلو اللي كانت عندي كونسوميتها في 15 يوم لحد اللفان ديال العام دخل عام جديد السلعه باقي ما كايناش باقي ما جاش باقي ما جانيش الفورنيسور كاين معطل كاين ان غوتار. دونك فاش طحت طحت لا غيبتيغ ستوك افتقار ستوك ستوك خاوي. دونك الا كان لا غيبتيغ ستوك راه لا برودكسيون واقفه الشركه ما غاديش تخدم. الا كانت لا برودكسيون واقفه راه غنطيحو في بزاف ديال المشاكل خدامه واقفين. دونك عندي سو اكتيفيتي كتخلص هكا. دونك هذا المشكل الاول. ولا المشكل الثاني مثلا كاين شي واحد اللي غادي يقول لي اه الفورنيسور راه ما غاديش يتعطل وكيدير معايا ان ديلي اكزاكت وغير يجيب لي السلعه فوق الشهر. غنقدر نقول لي بلي يقدر يكون عندك واحد البروبليم اخر. شنو هو البروبليم اخر؟ هو انت معول على 15 يوم 15 كيلو غدوز ليك 15 يوم ولكن كانت عندنا كونسوماسيون اكسيليري. حنا اوليو باش نكونسوميو 1 كيلوغرام باغ جور مثلا سيبوزون واحد لا جورني كونسومينا 2 كيلوغرام او بليس. دونك انت الا كونسوميتي 2 كيلو 3 كيلو راه حتى هذيك 15 كيلو اللي كانت عندك ما غاديش توصل لك اللفان ديالك اللفان ديال العام. غتبقى لنا مازال واحد 4 ايام ولا 5 ايام والسوق راه خاوي. دونك شنو هو الحل؟ الحل هو لونتربريز تعزل واحد الستوك غتشيطو داكوغ كما كنقولو تشيط ندوي الزمان غتشيط هذاك الستوك اون كاو
الا طحنا في هاد جوج ديال المشاكل ما غاديش نطيحوا في احتقار السوق. هذاك السوق اللي غادي تعزل هو اللي سميناه ستوك دو سيكوريتي. هاو بوغ ايفيتي لو ريسك دو ريبتور ستوك، باش ما نطيحوا في لا ريبتور ستوك اخواننا ستوك، شنو هو الحل؟ Il est nécessaire de prévoir un stock de sécurité qui constitue une garantie. C'est ce que je veux dire, la garantie, il y a une garantie de trace. Alors, pour la raison, si la consommation s'accélère après la date de commande, qui m'a fait comme je voulais là, ou là, un retard de livraison allongé par le fournisseur, ou là, le délai d'approvisionnement. Donc, on a d'abord dit, nous le faisons à l'autre. On a fait le point, les 15-15, كما قلنا في هذه النقطة هذه غادي لونسي لا كوموند. بحال دابا هنا فاش كنت لونسيت انا لا كوموند كان ستوك 15 كيلو، دابا لا، دابا خصني نخلي في ستوك 25 كيلو. 25 كيلو ديالاش غادي نقول مع بالي باللي 15 كيلو غدوز ليا 15 يوم، وواحد 10 كيلو غازيدة فوق الحساب. علاش زدت فوق الحساب؟ باش نشيط لا نطيح في هذوك المشاكل اللي ذكرنا قبيلة. ها هي 10 كيلو من الناس اللي هنا هو اللي سمينا ستوك دو دو سيتيغيت. دونك هاد 10 كيلو علاش شيطناها؟ لا قدر الله كما قلنا ديك الساعه ديك 15 كيلو كونسوميتها حتى لهنا وتعطل عليا الفورنيستور، على الاقل بعدا غادي نلقى باش نديباني. هاد 10 كيلو هي كما كتلاحظوا في السماء هنايا راه كيقول لك اش نقدروا نديبانيو بها دي. هاد جوج اللي حاط لكم بروف هنايا، هاد جوج هي الروتار دو ليفريزون، يعني الحاله اللي قال لكم. ولا ليكزومبل اللي قلنا قبيله، انت مثلا كنتي في هذا البوان قلتي 15 كيلو غدوز لك 15 يوم، كونسوميتي واحد لا كونسوماسيون اكثر باقي 4 ايام في حد الاسبان ديال العام، اما غتدخل في هذاك الستوك اللي كنتي ريزيرفيت وديباني به. هذا هو اللي كنسميوه ستوك دو سيكوريتي. علاش؟ لان هذا ستوك دو سيكوريتي والديلي دو بروفيزيونمون ان طون نخدمو بيهم في ليكزام ديال البروف ضروري خصهم نفهمهم. دونك سي بون. دونك ندوزو دابا، دونك هذا كونسيرنون لا بارتي ديال الكور اللي حاط لكم مسيو مسعودي، داكوغ؟ دونك غنمشيو نشوفو دابا واحد لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال البروف، نخدمو فيها غير بعدا لا بارتي الأولى اللي كنا درنا. دونك سيبوزون لا سوسيتي أنونيم لاتو فابريك إي ديستريبيي دي زيليمون ميتاليك إتيليزي باغ لا كونستركسيون دي باتيمون أندستريال دون أون أوزين أبارتونون à l'entreprise, la section affiliée produit deux types de pièces, A et B, nécessitant la même opération et obtenue à partir de la même matière première X. Donc, là, on a une entreprise qui fabrique les pièces A et B, ou la matière première, il y a une seule matière première liée X. Donc, les services techniques ont déterminé les standards suivants. Dès le cas du coût de la matière première X, 4 درهم كيلوغرام، داكوغ؟ اون بيس ا نيسيسيت 3 كيلوغرام دو ماتيغ بوميييغ اكس، دونك بور فابريكي اون سول بيس باش نصاوبو بياسة وحدة، داكوغ؟ دونك باش نصاوبو بياسة وحدة من ا، هاكا تخصنا 3 كيلوغرام. انتم راكم عقلتوا على الكونطا انتيك، راه كنا ديجا بلي راه الكونترو جيستيون راه كيبازي على الكونطا انتيك، دونك كتخصنا 3 كيلوغرام من لا ماتيغ بخوميا اللي هي اكس. اون بياس بي نيسيسيت 4 كيلو، هنا عاوتاني واحد بياسة سي، دونك شحال كتكلفنا؟ تكلفنا 4 كيلو. داكوغ؟ دونك إلى دوطخ باغ إيتي إتابلي أن بيجي دو برودكسيون نومبغ دو بياس أ إي بي، بالك ودي راه في العام كامل من جانفي حتى لديسمبر راه لو نومبغ دو بياس اللي غادي ينجو، يعني لا برودكسيون هما هاد جانفي غادي ينجو 1920 بياسة، وغادي في أ وغادي نجو 1600 بياسة في بي، فيفغيي 1800 بياسة أ و 1500 بي، أنسي دو سويت. عندنا لو موا جويي راه كيما كتلاحظوا لا برودكسيون في زيرو، يقدر يكون عندهم أن موا دو كونجي دونك روبو ما كيخدموش هاد الشهر. دونك نبقاو غاديين هكا جيسكا لا فان دلاني،
يعني حتى ديسمبر. اون بليس شنو قال لنا البروف هاد لي نونسي بور سيت ماتيير بروميير اكس لو كو دو باساسيون ديون كوموند اي دو 153 فاصلة جوج عقلت على الكود دو باساسيون اللي كنا كنخدمو في الحصة الفايت لو كود دو باساسيون شنو هو لو كود دو باساسيون بور باسي اون سول كوموند راه لونتربريز انجوندر 153.9 ديال الدرهم تا كوموند هذا دابا هو لو كود دو باساسيون بار كوموند بار كوموند اون بليس كو سا كيما قلت لكم الحصه الفايته البروف راه كيعطيكم داك لو كود دو بوسيسيون سو فورم دو كوا سو فورم دان تو ديتيرميني دون ان تابلو لي كونسوماسيون مونسييل دو لا ماتيير بروميير اكس بور ليكزارسيس ان واش نطلب من البروف هنا ديتيرميني لا كادونس اوبتيمال دابروفيزيونمون اي لا فالور دو لو ايكونوميك دونك اول حاجه شنو خصنا نديرو نشوفوا لا كونسوماسيون مونسييل دو لا ماتيير بروميير اكس بور لاني ان كي غادي نديرو ليها باش نعرفوا شحال كنكونسوميو في الشهر ابو دخل انا جدا بين نسولكم على لا كونسوماسيون ديال جانفي شحال كونسومينا في لا ماتيير اكس لا كونسوماسيون سي وي بور لو موا جانفي يلا المشاهدين يلا اش كتسمعوني بعدا كتسمعوني وي كتسمعوني هزار اكرام عمرة نسيمة كتسمعوني ياك وي كنسمعوك بيان بون الا بغينا نعرفو لا كونسوماسيون مونسييل ديال جونفي راه ديجا قال لينا بلي ان بياس ا نيسيسيت 3 كيلوغرام باش نصاوبو بياسه وحده كيخصنا نكونسومي 3 كيلو دونك الا كنا غادي نكونسوميو الا كنا غادي نتجو 1920 بياسه شحال غيخصنا من لا ماتيغ بخوميير 1920 بياسه مضروبات 3 كيلو فوالا عطينا لا كونسوماسيون عطينا لا كونسوماسيون ديال شهر واحد احنا قلنا بلي كل بياسه كتكلف 3 كيلو دونك 1920 بياسه و 1920 مضروب 3 غتعطينا لا كونسوماسيون لا ميم شوز pour fabriquer une seule pièce D, حنا قلنا بلي كل pièce D كتكلف لينا هاد المرة 4 كيلو. دونك هنا فاش غادي نضرب؟ 4 4 تخي بيان. غيعطيني لا كونسوماسيون ديالك. دونك لا ميم شوز غنمشي هكا كل. داكوغ؟ حتى نلقى لا كونسوماسيون انيال. تنعرف شحال كونسومي في العام كامل. دونك فوالا نعطيكم هنايا لا كوريكسيون باش يبان لكم دونك بهذه الطريقة هاي 1920 سياسة مضروبة في 3 عطاتنا 5760 1600 سياسة مضروبة في 4 عطاتنا 6400 دونك التوتال لا كونسومسيون مونسييل لو توتال هو اش هو الجمع لي دو دونك لا كونسومسيون بوغ فابريكي توت لي بياس ا وحتى لي بي اس دي غنجمعهم غيعطوني 12160 عاوتاني 1800 مضروبه في 3 كتعطينا 5400 من جناد 1800 مضروب 3 راه هو لا كونسوماسيون ديال هو لا كونسوماسيون ديال هذا كما قلت لكم قبيله غتبقاو دابا هذا كلشي هاو كلشي مضروب في 3 مضروب في 3 وانت غادي على ان بوغ فابريكي ان سيل بي اس ا نيسيسيت 3 كيلوغرام عاوتاني هادي مضروبه في 4 التالي كامل واش غادي دير غتجمع لا كونسوماسيون انيال يعني دابا الا كنا حنا 5760 جونفي بور فابري بور فابريكي باردون ا و 6400 بور فابريكي بي دونك 12160 هذا لا كونسوماسيون مونسييل في لو موا جونفي هكا غادي يعني العام شحال غنكونسوميو
123,120 كيلوغرام. داكوغ 123,120 كيلوغرام. دابا هذا هو لا ريبونس ديال لا كيستيون نيميرو 1. La question numéro 1, qu'elle a déterminé dans un tableau la consommation mensuelle de la matière première X. La deuxième question. Non, voilà la deuxième question. Déterminer la cadence optimale d'approvisionnement et le lot économique. Il y a la cadence optimale. Il y a N. À mon commande, on va dire la méthode de Wilson. La méthode de Wilson, c'est que vous voulez il y a la consommation. La consommation S en valeur. En valeur. D'accord? La consommation en valeur. Mais c'est le kilogramme. C'est le kilogramme. Donc, je vais vous 10 minutes pour que je corrige comme ça. Donc, la consommation en valeur. On va faire l'auto. ديفيزي بار شنو كنا قلنا في الحصه الفايته اللي عجبك بغيتي دير جوج سي بي ولا بغيتي دير 200 ان بحال بحال علاش لان داك البورسونتاج اللي كاين هنا كنزلوه لتحت دونك 200 سي بي دونك ات ايغال دونك شنو هي لا كونسومسيون اون فالور حنا قلنا بلي راه كنكونسوميو شحال 100 دونك نرجعوا ليكزامبل كنا كنكونسومي 123,000 و120 كيلو دونك 123,000 و120 كيلوغرام دونك هذا بالكيلو الا بغينا لا كونسوماسيون اون فالور اش غنديرو راه الفوق راه كان ذكرها لينا ها هو قال لك لو كود دو لا ماتيغ بروميير اكس هو 4 دراهم للكيلو كل كيلو شريناه يكلفنا 4 دراهم دونك غادي نضربو فاش 4 دراهم باش نعرفو لا كونسوماسيون بالدراهم دونك في اتونسيون في هاد القضيه هادي راه لا كونسوماسيون اللي كناخدو هنا راه ديجا قلت لكم في الحصه الفايته كناخدو لا كونسوماسيون اون فالور بالدراهم دابا هاد 123,000 و120 مضروبه في 4 يلا غتعطيك لا كونسوماسيون عاد غادي نضرب كلوتو شنو هو لوتو هو الكود دو بوزيسيون كنا صحنا في الحصه الفايته غنضرب التعود ونقسم على 200 مضروبه في سي بي شنو هو سي بي هو الكود دو باساسيون باغ كوموند هو الكود دو باساسيون دون كوموند هو 153 فاصله دونك الى درتي هاد لو كالكول غيعطيك لو نومبر دو كوموند غنشوفو دابا لا كوريكسيون دونك فوالا هنا طبقنا قاعده قلنا لا كادونس اوبتيمال دابروفيزيونمون بوغ لا ماتيغ بروميير اكس في لي زيبوتيز دو موديل دو ويسون سون فيريفي كونسوماسيون ريجيليير ليفريزون او مومون دو ستوب نول دابا هاد لا ميثود هادي كنديروها الا كانت لا كونسوماسيون ريجيليير فاش غنخدمو من بعد بواحد الطابلو ديال البروف فاش غنخدمو نخدمو بهاد 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 ان هاد لو نومبر دو كوموند دابا هاد التمرين هذا ولا هاد ليكزام علاش اختاريته في الاول غير باش تطبقو داكشي اللي كنا شرحنا في الحصه الفايته هاد لا ميثود ويسون دونك قلنا اون بو ابليكي لا فورمول سيفونس راه ديجا شرحتها لكم لا كونسوماسيون 123,120 كيلو 4 دراهم كيلو لوطو هو 900 لو كود دو باساسيون هو 153.4 إذا خدمتي هذا الحساب هذا كامل غيعطيك 12 شنو هي 12 هي 12 كوموند في العام دونك شنو هو لو ايكونوميك لو ايكونوميك حنا نورمالمون شحال كنكونسوميو في العام هذا لو ايكونوميك كنكونسوميو 123,120 كيلو دونك وغادي نديرو 12 كوموند دونك الا شدينا 123,120 كيلو قسمنا على 12 شحال تعطينا 10,200 كيلوغرام اس باغ كوموند يعني في كل كوموند غنجيبو واحدة 10,200 باردون فهمتو هادي فهمتو حتى لهنايا
دونك هذا علاش خدمتيكم هاد ليكزامان ديال البروف؟ هاد ليكزامان ديال البروف يلاه غير باش تطبقوا داكشي اللي كنا قلنا في الحصه الفايته، هو انكم تعقلوا مزيان على لا فورمول ديالاش ديال ويلسون كيفاش تخدموا بها. دونك غادي نورغانيزي دابا عاوتاني الحصه ديال نهار الخميس ان شاء الله، غادي ديجا خليت لكم لومبلوا دي طون. الحصه ديال نهار الخميس ان شاء الله غنخدم معاكم واحد ليكزامان ديال الفيلم السعودي، غنخدموا عاوتاني كيفاش ندير ان بودجي دابروفيزيونمون الى كانت اما لا كونسوماسيون ريغولييغ ولا لي كوموند ريغولييغ، في جوج الحالات اللي كيدير مسيو السعودي. شوف الحالات هما اللي غنخدم معاكم في الحصه الجايه ان شاء الله. حيت هادشي تقريبا اللي كاين عند البروف في الشابيتر 3 هادشي اللي كاين عنده، غترد البال مزيان كيفاش تخدم بلا ميثود ويسون. وفي الحصه الجايه ديال نهار الخميس، راه الحصه ديال الخميس مهمه بزاف. علاش؟ لان غنخدمو بالستوك سيكوريتي، غنخدمو بالديلي دابروفيزيونمون، غنخدمو بزاف ديال المسائل بوغ إلابوغي واحد بودجي دابروفيزيونمون. دونك سي فو نافي با دي كيستيون نتاغيت سو بوان. وي عندكم شي بروبليم؟ عندكم شي كيستيون؟ بو ما سي بون. هذا كل شيء وعدك. وي هذا محمد سلمى نسيمة إكرام كل شيء وعدك. عزة وي وي يلا دونك راه لا فيديو غنسيفطو لكم نخلي لكم في لاشين، عاودوا قراو الى بان فيكم شي حاجه ما هياش سيفطوا لي في الواتساب يلا ميرسي على خوتي ان شاء الله. حتى الخميس ان شاء الله ياك غنسيفط لكم الخميس، راه كنصيفط لكم ديجا لومبلوا دي طون ليسونسيال. غادي نعاود انا نتفوني معكم ونخلي لكم ليون ونخلي لكم تدخلوا تقرا. يلا بون سواري ابو، مع السلامه. الله عليكم. تمام.